هذا فيصل خوتي اللي كتعرفو اللي كان متعود كيناضل وهو واقف على رجليه وكان كيناضل بقوة في دار الخير، ولكن اليوم هو طريح الفراش بعد ما التاجئ المتصرف القضائي هو جلال الانتقام مني بمنعي من الخروج على برا وبنقلي من البلاصة ديالي لبلاصة أخرى تعسفا. ولهذا السبب قررت الدخول في إضراب عن الطاعم وعطيتهم الورقة الإضراب عن الطاعم، ما تسوقونيش ابتداء من 17 في شهر 9 ده يعني اليوم 6 أيام ومازال ما تسوقني حتى شي واحد، وما جا حتى شي واحد يهضر معايا ولا يتكلم معايا، يعني هذه بداية الانتقام. ولهذا كنطالب منكم ومن جميع الجهات باش يتدخلوا ويساعدوني في هذا الموقف هذا، لأن هاد الناس دابا حالفين حتى ينتقموا مني والانتقام ديالهم بدا. والسلام عليكم. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.